أكبر سر في حياتي كنت في سن 15. كان السر هو أن لي حبيبة. زوج أمي كان شديد التدين، وكنا نعيش في مجتمع صغير محافظ حيث كان علي إخفاء حقيقتي. كنت بحاجة للهرب، فعملت في عدة مهن لتوفير المال للالتحاق بجامعة في مدينة أكبر. هناك يمكن أن أكون على طبيعتي، لكن بدون أي نظام للدعم. عشت في فقر مدقع وكافحت باستمرار. التقيت بعد ذلك بالعديد من شباب مجتمع الميم الذين ناضلوا أيضاً لمغادرة منازلهم. شعرت بالتحرر بينهم. للمرة الأولى في حياتي أشعر بالانتماء. لا يمكنني العودة إلى المنزل مرة أخرى. في المجتمع الجديد الذي أنشأته لنفسي نحن ندعم بعضنا البعض دون قيد أو شرط، ونحتفي بأنفسنا كما نحن. الآن أصبح بعضنا لبعض سند.